كما أشار سفير مصر لدى الهند وائل حامد إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر بلغ أكثر من 3 مليارات دولار، ذلك أنه خلال الفترة الماضية تم الاتفاق على العديد من الاستثمارات خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. بالنسبة للاستثمارات الموجودة في الهندية الموجودة في مصر حاليا حوالي 3.5 مليار دولار، وده بيجعلها من الدول اللي بتأتي في مركز متقدم ضمن الدول المستثمرة في مصر. ولكن الموضوع لا يتوقف عند هذا الحد. احنا خلال الفترة اللي فاتت، السنة اللي فاتت بالتحديد، كان في هناك العديد من الصفقات الاستثمارية اللي تم الاتفاق عليها خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. لك أن تتخيل سيادتك أن في تقريبا 5 شركات من الشركات الهندية اهتمت بأن هي تستثمر في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر. من هذه الشركات 5، 3 تم بالفعل التوقيع معهم على مذكرات تفاهم لإقامة مراكز إنتاج للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن الـ3 شركات دول، هناك شركة تمت بالفعل الوصول معها إلى الاتفاق الإطاري الشامل الملزم اللي بيلزمها بالاستثمار في مصر بحجم استثمارات تصل إلى 8 مليار دولار، وده طبعا حجم كبير جدا. الشركتين التانيين اللي توصلنا معهم إلى مذكرات تفاهم هم دلوقتي في إطار الخطوات الأخيرة للتوصل للاتفاقات الإطارية الملزمة.